السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي بندر نور الدين، أعمل بمستشفى أحمد مدغري، أب لأربعة أطفال. قد أصبت بمرض أولا في أحمد مدغري بعد كانت عندي كنت رئيس مصلحة تصفية الدم، وقد قدرت ربي استطعت أن أصيب بمرض هيباتيت سي، وهذا المرض انتقل عن طريق المرضى كان في بداية الأمر كلهم يأتون من كيقول يأتون بالهيباتيت سي، فكان قدري هكذا. فقمت بعلاج في المستشفى عين في موشن لمدة سنة ونصف، وكانت الريزلت سي نيجاتيف، ما كانش إيجابية على الصحة تاعي. فانتقلت إلى عند البروفيسور مانوني. وهذا المرض الجديد هذا قلت تحول إلى سرطان؟ نعم، عندي دوك بور موا عندي لا سيروس دي فوا، ومن بعد الاستشارة الطبية قالوا هذا لو سيروس دي فوا يتحول إلى مرض سرطان. سرطان الكبد. وأنت دوك شاك طالب منه؟ خاصني عملية استعجالية في أقرب وقت ممكن، نرجو من المحسنين والناس المساعدين المحسنين أن يقوموا بمساعدتي لهذا، خطر التكاليف العملية جبت لا فاكتور من باهظة إن شاء الله. عمي مختار شفتك أمين عام تاع معطوبي حرب، وفيك الشهامة تاع الزيارة تاع المرضى والمجاهدين كلشي، وجيت اليوم عند هذا المريض. احنا على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم يهمنا هذا الشيء، احنا كمجاهدين يهمنا هذا الشيء. لو الشاب كيما هذا كيما انا نسمعوا منه وين كان يخدم في مدغري شحال من سنة، والمرضي هذه قد بطاه من العمل نتاعو اللي كان يخدم للمواطنين، لأنه كان في خدمة المواطنين قد ما هذا المرض هذا من المواطنين. درك هذا كيف نسمعوا فيه؟ كيف الإدارة نتاع لا سانتي تسمح في ولد مثل هذا؟ شاب مازال شاب، حنا نطلبوا من السلطات نتاع لا سانتي هذه كيف ولد كيما هذا تسمعوا فيه؟ لازم الإجراءات كله في أقرب وقت مثل ما قال. وهذه قضية المحسنين، الجزائريين كلهم محسنين، هذا ربي ان شاء الله الرحمن الرحيم يجيب لك الشفاء على يد محسن من المحسنين، واحنا عندنا محسنين. احنا نوليو حتى للطوره نتاعنا، كانت في وقت الطوره كانت الجزائريين يرفضوا بعضهم بعض، ما يخليهمش يدعوا. ولد كيما هذا عنده وليدات وهو مازال شاب، نطلبوا من الله العلي القدير ومن المحسنين ومن الاداره خاصه نتاع لا سانتي يهتموا بالشاب هذا. احنا ما هوش نهتموا بالمجاهدين، احنا نهتموا حتى بالمواطنين مثل هذا. خلونا نهضروا عليه بكل صراحه، علاش ما نسمحوش بالولد هذا؟ ارضنا الحمد لله واسعه، ارضنا غانيه، دولتنا غانيه، لازم الولد هذا يكون له اهتمام هذا ولا مثله، لازم يكون اهتمام المواطنين والمواطنات بالدرجه الاولى، لازم على شيء. وانا اكد على المحسنين، انا نؤكد على المحسنين ان شاء الله غادي ربي يجيب لك محسن اللي غادي تكون السبب نتاعو من عند ربي عليك، وهذا هو هذا. شكرا عمي مختار، انت بصفتك كاخ تاعه واش تقول له؟ احنا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى الشفاء للاخ نتاعي، ونتمنوا للمحسنين خاصه ولايه عين تيموشنت الاسراع جد الاسراع باش نقدروا نلايبوا له هذا المبلغ، باسكو رانا نديروا كل في الوسع نتاعنا باش ننقذوه. ديجا راه عندها اربع اطفال والوالده كافيات، يعني لو كان غادي لا قدر الله ترى له اي حاجه غادي نفقدوا زوج، نفقدوا الوالده ونفقدوا الاخ. كلمه الاخيره اخي. الكلمه الاخيره انا نشكر كل من
قال الله يشافيه، ونتمنى من المحسنين ان يسارعون في الذكر بالله، خاطر الوقت ضيق ضيق جدا ضيق جدا، ما ونينا في الانتظار ان شاء الله. تفضل الحاج. واحنا على كل حال رانا تكلمنا، وكان في الحقيقه السيد هذا عامل في مستشفى، وفي مستشفى مدغري الله يرحمك يا سي مدغري، هذا تكلف به الاداره نتاعها نتاع الاداره نتاع اللي كتبوا حتى الوزير الصحه، هذا من نقاط في العمل نتاعو. كيف نقيسوه غدوه؟ كل العمار غدوه يبقاو يقولوا غدوه يصير لنا مشكل نبقاو كما السنه هذا. هذه لازم 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 الاداره نتاع لاسانتي تهتم بالولد هذا، هذا قانون. شكرا، بارك الله فيك.